جبنا بضاعه جزائريه باش ندخلوها لتونس عقبت الاجراءات القانونيه بيا الجزائر. في الجزائر كي دخلنا لعند التوانسه صعبوا لنا الامورات، قال لك البضاعه الجزائريه هذه ما سمحناش القانون باش نخلوها تدخل. ذاك السلعه تاعك ما نقبلوش، ما نحتاجوهاش هنا، هذا ما كان السلعه اللي نحتاجوها نجيبوها، مواد فلاحيه ما نحتاجوهاش. بضاعه مواد فلاحيه بطاطا اللي هي بطاطا، ونورمالمون كانت اتفاقيه بيناتهم، الاجراءات في الديوان تاع الجزائر فوتناها كل باس، انا حاصلين مع الديوانه تاع تونس.